السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم باش نوريكم كيفاش تسنترو في سروال. مثلا السروال إذا كان فيه هنا ريفير في الجناب ما نسنتروش من غادي، نسنترو في بين الفخذين، عندك الخياطة اللي تجي بين الفخذين نسنتروه من غادي. إذا كان معنتها السروال الجين يجي فيه خياطة دوبل مثلا بين الفخذين، نسنترو من الشيرة اللي ما فيهاش اللي فيها خياطة سامبل. معنتها هنا عنا السروال فيه نرفير في الجناب، لذلك نحنا عملنا بين الفخذين، سنترنا فيه، نقصنا 2.5 وسترنا. لازم يكون التسيير يمشي ويقف على الصفر، يعني ما نقصوا كيف ما تشوفوا في الفيديو، 2.5 سنتيمتر من غادي ونمشي ونقفوا على الصفر في الأطراف متاع السروال من فوق هك هكيك، نقفوا على الصفر ونسطروا، نمشوا يعني المسافة تمشي تصغر تمشي تصغر حتى تقف على الصفر، لتوصل اخر نقطة غادي وتتاقف ونسطرو. نعملو سطر وبعد نخيطو بالماكينة نتبعو كالسطر هذاك. بعد ما خيطنا بالماكينه توا باش نقصوا القماش الزايد ونعدوا عليه بالسرجي، بعد نخيطوه نزيدوا نعاودوا نخيطوا بالسرجي. اذا كان ما عندكم شي ماكينه سرجي تنجموا تعاودوا تعملوه بالماكينه نتاع السرفيلاج، بدلوا الماكينه السرفيلاج وتعملوا سرفيلاج. وبعد ما خيطنا بالسرجي توا باش نعملو العاطفة، واخيرا كملنا خيطنا السروال. كيف ما تشوفوا الخياطه هذيك، ريتو الخياطه هذيك الدوبل معناتها فيها نرفير، هذيك ما خيطوش عليه. اذا كان السروال يبدا من نقصوش من غادي، نقصوا من البلاصه اللي ما فيهاش نرفير خاطر نفسدوا لها الزينه نتاعها. لا تنسوا تدعموني باللايكات والاشتراك في القناه. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.